فصار نظام الإحالة لهم والحمد لله والشكر. يعني حاولنا قدر الإمكان بإمكانياتنا البسيطة والاعتماد على المبادرات الطوعية والهبات والمنح، الحمد لله قدرنا نقدم شيء لأهلنا بالديوانية. هذا على الصعيد الإنساني. بما يخص عملنا كأطباء، من الناحية الإدارية قلدت عدة مناصب إدارية، كان الغرض من التصدي هو التغيير، كون الواقع مشخص من قبل الجميع حتى المسؤولين بأن هو واقع سيء يجب أن يتحسن أو يجب أن يتغير. فكان يعني من الأشياء اللي تركوا الورث التركة الثقيلة والورث المؤاخذ على كافة الأصعدة، ما معنية فقط الصحة، هي فهم أو قناعة الإزاحة الجيلية. الطب هي مهنة سامية وإنسانية بالدرجة الأولى، لابد يكون الطبيب رحيم ويكون صاحب رسالة سامية بهذه الحياة، وقدر الإمكان يساعد الناس، هو أكثر شخص ممكن يقدر يقدم المساعدة للآخرين. هذه المهنة تساعد على فكرة التكافل الاجتماعي. يعني شلون؟ يعني لابد ما الطبيب يساعد المريض، والمريض يساعد الطبيب أيضا، والأشخاص الآخرين بكل المجالات، ناس تعين ناس، وهذا الشيء راح يخلينا أكيد عايشين ببيئة سعيدة، بيئة مريحة، بيئة تنطينا الطاقة الكافية على أنه إحنا نعيش بها بطريقة صحيحة ونحقق أهدافنا. يعني كنا نحقق أهدافنا من نساعد بعضنا. هذه القصة مشاهدينا بيها هواية مزايا وبيها هواية مساعدات وكمية هائلة من الإتقان بالعمل. رح نرجع احنا وياكم مشاهدينا الى هذه القصة ونتابع البقية. بالنسبة للشباب من الأطباء تحديدا، صاحبين أفكار جديدة وطرق تعليمية جديدة، خصوصا التطور السريع من ناحية الطبية، من ناحية الطرق العلاجية، ومن ناحية الأجهزة الطبية كذلك، تطور سريع والعجلة تدور بصورة سريعة صراحة. فحداثة العالم جاء تنعكس تدريجيا على ما موجود فعليا بأرض الواقع من ناحية الواقع الصحي. فالكثير من العمليات التي كانت حكرا على الخارج أصبحت بمتناول اليد بفعل الطاقات الشابة وحركة التطوير الذاتي اللي يمارسها الأطباء. اكتسبنا الخبرة من خلال التجارب ومن خلال أساتذتنا اللي سبقونا بالمجال. كان الغرض منعتها هي الوصول إلى المثالية والبحث عن الكمال من ناحية تحسين الواقع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. اجت الخبرة عن طريق التجارب اللي مرينا بيها، وعن طريق أساتذتنا اللي سبقونا، وعن طريق الدراسة، ناهيك عن تجارب الخارج اللي جاي نشوفهم يوم عن يوم التطور مستمر. فالشباب حاليا مخذين على عاتقهم تطوير عجلة الخدمات الطبية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص لغرض الالتحاق بالعالم ومواكبة التطورات. هسه حاليا مجمل عمليات اللي دا تصير من ناحية العمليات الجراحية اللي دا تصير داخل العراق هي تكاد تكون مثل ما موجود خارج العراق. ماكو المسار اللي اتخذته بحياتي، يعني هو أثر عليهم بالأخير. الوقت اللي خصصه للجانب الإنساني صراحة من وقتهم مقصر وياه، وأنا أقول حقهم ومنطيهم العذر. فمعارضة الأهل موجودة، مو مساندتهم، معارضتهم موجودة، لأن أكو ناس مسيرتي قطع السبيل المعروف، بس هذا مو معناه
بين عكازة عكز عليه وعوف الطريق اللي خطيته بنفسي وباشرت به من زمان أثر قناعة بين إنسان صاحب رسالة ولازم يؤديها، لأن بالأخير سنمضي ويبقى الأثر. الشعار اللي ماشي بي طول حياتي سأمضي ويبقى الأثر. إحنا اليوم قاعدين هنا أنا جاي تسوون هذا اللقاء، كل من يذكر صاحبه بخير ما يبقى غير بس ذكر، فيبقى شنو الذكر اللي راح نعوفه لكم ككادر ومؤدين وللجمهور اللي دا يشاهدنا. أحسنوا أثركم فكنا لنا ماضون. واحدة من المواقف الطريفة ولا زالت يعني باقي بالذاكرة، كنت خفر بقسم غسيل الكلى، فواحدة من المريضات اللي هي على الجهاز الغسيل غسيل الدموي وصلت المرحلة مالتها حالة حرجة فارقت الحياة إلا شوية، فباشرنا يعني بإجراءات السي بي آر اللي هي الإنعاش الرئوي والإنعاش. واحدة من المواقف الطريفة اللي بقت بالذاكرة لغاية الآن، كنت خفر بالكلية الصناعية، فإحدى المريضات اللي كانت على الغسل تدهورت الحالة الصحية وصار عندها توقف بالقلب، فباشرنا بالإنعاش عملية الإنعاش القلبي، واستمرت العملية تقريبا لمدة 3/4 ساعة، وراها رجعت للحياة مباشرة. من استعادة الوعي مباشرة طلبت كباب. فهاي من الأشياء اللي عالقة في مخيلتي وباتفارغني كل ما أتذكرها، يعني صراحة أبتسم مهما كانت حالة الغضب اللي تعتريني. أولا هي حجم الفرحة والشعور صراحة لا يوصف من ناحية إنقاذ حياة إنسان، والموقف الطريف بأن هي طلبت كباب في حينها، يعني قلت لهم عم تجيبوا لها كباب، هينا إذا كباب بس كون ظل عادل. الحمد لله والشكر. ميزة العطاء هي خير ميزة، وهي اللي تخليك دائما باقي بذهن الناس، وأكيد قد ما أنت تنطي الناس رح هذا الشيء يرجع لك، وخير الناس من نفع الناس. هذه المهنة السامية الطيبة اللي تخلي الشخص هو دائما بعطاء مستمر وتشجعه على أن يكون معطاء للآخرين. على الرغم من أن احنا ببلدنا للأسف يعني نكون دائما بحالة مزرية من الأمراض، دائما نلاقي أشخاص هواية يعانون من أمراض مستعصية، هذا الوقت هو الوقت المناسب أنه احنا نساعد بعضنا ونكون متكاتفين، مثل قصة دكتور محمود. هذه القصة تستحق صراحة كل التقدير، وتستحق أنه احنا نذكرها دائما بالخير، على الرغم من أنه ممكن أيضا يحتاج مساعدة، هو أيضا شخص طبيعي، إنسان طبيعي يحتاج أنه أشخاص يساعدوه، هو ده يقدم هذه المساعدة قدر الإمكان، ومثل ما ذكر هو ساعد أشخاص كثيرين. بدل ما أمها تحمد الله شبعتها كتل. الحمد لله والشكر. وكملت بطريقي، يعني حتى الأمية ما لاحقت وياي، بس كانوا الجمهور اللي دي يتفرج بس يباوع عليه كل شيء، ما أنا لاحقت ولا هم حكوا، والتهوا بالأمية شعور كتل بالطفلة. وكملنا مسيرتنا. بداية جائحة كورونا صراحة هو مرض يعني ما مطروق قبل بساعة كفصيل، وإلا هي العائلة موجود كفصيلة، طريقة التعامل وبروتوكول العلاجي ما مر علينا، فكان أكو هواجس كثيرة يعني حتى من الأطباء أنفسهم بطريقة التعامل، ناهيك عن حجم الفوبيا اللي صارت عند المواطنين من وراء الإعلام،
يعني صار تخوف كبير من اسم كورونا. واجهنا صعوبة أولا بإقناع الناس بوجود المرض، بعدين واجهنا صعوبة بإقناع الناس بوجود علاج للمرض بالوقت الحاضر، وبعدين واجهنا الصعوبة بتلقي اللقاح خصوصا بعد ما نزل، يعني بلشت الشركات تنزل لقاحات متعددة، يعني الـ FDA صار لفايزر اللقاح الأمريكي. يعني قناعة الشعب مجتمعنا متقلبة وصعب الإقناع. يعني لحد هاي اللحظة أكو ناس ما مقتنعة بوجود كورونا ناهيك عن لقاحة أو علاج. رسالتي لكافة الشباب، تقع عليكم مسؤولية كبيرة وهي بناء المستقبل. تمتلكون من الطاقة، تمتلكون من الوعي، وتمتلكون من القدرة على التغيير، وتمتلكون الوحدة. تموت متفرقين، تمتلكون الوحدة اللي تأهلكم بأن تخلقون مستقبل ممتاز للأجيال اللي راح تجي وراكم.